فيصل نمرة واحد باركوت نمرة واحد نعطيك النمرة فيصل نمرة اثنين محمد البحري نمرة ثلاثة أسامة أربعة علي بحري أربعة علي بحري خمسة منعم دربال خمسة سبعة كمال زروف سبعة ثمانية محمد حواس ثمانية تسعة لطفي بن حميد تسعة عشرة سليم قدوار عشرة داش نادر شلتوت داش 12 علي بيبي 12 14 عماد عيسى 14 16 منصف قدوار 16 19 عادل رديسي 19 عادل رديسي 21 نوف البيبي 21 فايت سول فايت سول أربعة ستة سبعة تسعة تسعة 12 نمرة واحد طيب سولة بزيد حبوا المية محمد البحري ثلاثة أسامة فريش أربعة علي البحري منعم دربال سبعة كمال زروق ثمانية محمد حواس تسعة لطفي بن حميد سليم قدوار نادر شلتوت فرحات برج عماد عيسى نمرة 12 12 علي بيبي 14 عماد عيسى نعتذر 13 سي فرحات برج لا
بعد 15 خالد قدوة 16 زادة 16 مصر قدوة 40 19 عادل رزيسي 17 21 نوف البيبي 23 سي صبحي شرايط شرايط 17 شكر البيبات هو يعني انا اكبر ابو تمر مش مش لا تو انا اكيد استنى من عليه خليه احنا هما اللي بعث لي كره والحساب والعقاب كل مسؤوليه راهو تباكم فيها وليد اكل الزمر شنو نعمل كمدير ولا كل شيء ماك مش تعينوا الرئيس والكاتب العام وكذا يلزم يكون يعرف علاش قادم والتاريخ ما يرحمش رانا من اليوم باش نبداو نخدموا نحن وراه مش كل سامحني مش كل جمعه نعملوا تليفون ونشاوروا على كذا كذا بالسير قرارات في الهيئه هذه اللي انتم صوتوا لها وانتم اتخذتوها يعني هذا اليوم اعطيتهم الثقه باش يخدموا خلي يكونوا واضحين معناها باش نبداو نخدموا على رواحنا على المبادئ اللي تفاهمنا عليها تدرا وتو نخرجوا احنا محضر جلسه فهمتي ونبعثوه ونوزعوا الناس الكل وان شاء الله معناها اذا كان نعيطوا الاجتماع في الشهور الجايه معناها اجتماع اخر نقيموا فيه النقاط اللي خدمناها وتدرا البرنامج اللي صدرناه فهمتني معناها ابارتي دو جوردي من الليله من اليوم باش نبداو نخدم معناها ماناش باش كل نقطه باش نعاودوا نناقشوها 20 مره النقاط تتناقش في الهيئه الاداريه راهي ما تتناقش في الاجتماعات العامه معناها غدوه الاولاد ما يجيش واحد يقول لي له واش بك ما عيطتوليش واجتماع الاجتماعات رانا باش نعيطوا ل 17 برك هذوما مش اكثر معناها اذا كان لازم فما ضروره باش تحضر الناس المشتركين هذاك حاجه اخرى لكن الناس المنتخبين اليوم راهو عندهم شرعيتهم معناها انتم انتخبتوهم باش يمثلوكم في الجمعيه هذه باش نكونوا واضحين معناها مش كل قال اخر مع كل جاز نعملوه لازمنا نعملوا عليه لما ودرشنوه فهمتني باش يكون برنامج واضح العمليه باش تكون ترونسبرونت اتسيتيرا لكن عندي جوست تعقيب اخير في الليستة يظهر لي ما عرفش كان انا غلط ما طلع حتى حد من الاولاد اللي ما غير وراحته يظهر لي اي مي لكن نحط واحد يتلاقى هاي مبروك ان شاء الله تعمل وراك هذاك هو زيتو خاطر حكينا فيه المرة الاولى في الاجتماعات اتسيتيرا الاولاد هذوما معناها الاولاد لازم يكونوا ممثلين معناها ممثلين في الهيئه الاداريه باش يخدموا زاد حقوقهم ويدافعوا على رواحهم ما عندوش احنا مش مستعدين نخدموا لهم هما برك باش نخدموا للناس كليتهم واذا هما ما خدموش رواحهم راه ما يصير حتى شيء وبارك الله فيكم على كل حال الاجتماع حسب رايي ناجح برشا واول تجربه ديمقراطيه قبل حتى تونس صارت هاي مع الاولاد احنا نتاع محرز انتخابات اتسيتيرا وان شاء الله تدوم لنا النعمه هذه بارك الله فيكم عايش تخدم غير وراك يعني تخدم غير وراك